السلام عليكم العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كاين شي توجاد؟ نعم سيدي، كاين شي تمارة؟ كاين شي حداقة؟ إيه، واليوم اخوتي وخواتاتي، قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش اختكم سناء من اللايك تشجيعا لكم لينا، وكذلك حنايا كنتحمسوا باش نجيبوا لكم دائما الحاجه اللي تهنيكم من تمارا. كيف ما شفتوا اليوم غنشارك معاكم الخلطه ديالي السحريه الرهيبه اللي غادي تحكوا فيها معناتكم في ربع ساعه. نعم، حكيت معناتي انا في ربع ساعه بدون تعب بدون مشقه بدون مجهود، لذلك بقاو مع الفيديو باش تشوفوا الوصفه او الخلطه ديالي السحريه. نمشيو نبداو على بركه الله. لما نبدا خوتي الوصفه ديالي ما تنساوش لايك للفيديو، كتحفزونا دائما، عارفكم غير كتنساو لي داك اللايك قبل ما نبداو. يلا خوتي، يلا 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 بداو ديروا اللايك. اول حاجه خوتي غادي نحتاجو في هذا الفيديو هذا او في هذه الخلطه السحريه هي البيكربونات، قاضيه على الدهون واللي كتسالي مع الدهون، واي حاجه كتكون متراكمه في الاواني كتسالي معها وكتحيدها وكتفرتتها. كيف ما شفتوا انا عندي معينات يعني كتارين، وكيف ما قلت لكم راني هاد المعينات هادو حكيتهم في ربع ساعه. غادي نحتاج جوج معالق كبار ديال البيكربونات، وكذلك خميره ديال الخماره ديال الحلوى، يعني الخميره اللي خاصه بالحلوى يعني البيكنج باودر. غادي نحتاج جوج صافي، وغادي نضيف كذلك الصابون البلدي، او الناس اللي في الجزائر تيقولوا له صابون يمكن ديال المسلمين. انا هادشي مكلف بالي، ولا كان غلط صححوا ليا في الكومونتير، قولوا لي شنو سميت هاد الصابون هذا في البلدان ديالكم. غادي نضيف ثلاثة ديال المعالق كبار بما انه عندي معينات يعني كتارين، وكذلك غادي نضيف الخل. يعني هانتوما شوفوا التفاعل اللي كيدير الخل مع البيكربونات وكذلك البيكين باودر اللي هي خميره ديال الحلوه. صافي، غادي نبدا نخلط العناصر. البنات ما نقولش لكم البنات هذه الخلطه هذه كتسهل عليا الماموريه وكتعاونني انني باش نحك المعينات بكل سهوله، وخاصنا البنات نحاولوا ونتفاداو المعينات ديال الالومنيوم. انا براسي يعني كنحاول ان شاء الله غادي ناخذ يعني المعينات ديال الاينوكس، واي حاجه عندي ديال الالومنيوم يعني شويه على شويه ان شاء الله غادي نحيدهم، ما غنخليهمش نهائيا يبقاو عندي في الدار لانهم اصلا غير صحيح. حين هنا البنات كيف ما شفتوا غادي نضيف جوج ملاعق كبيره ديال الخميره ديال الخبز اللي كتكون حبيبات، حتى هي كتساعدنا وكتعاوننا انه هذيك الدهون او الاواني ديالنا كيوليو كيشعلوا وكيلمعوا. غير هو تبعوا معايا المراحل طريقه بطريقه باش تفهموا كل شيء. هنا البنات كيف ما شفتوا بعد ما خليتها واحد الخمسة ديال الدقائق، صافي غادي ندهن بها الاواني ديالي. هاد الخلطه هادي البنات كنستعملوها الاينوكس، كنستعملوها الاواني ديال الالومنيوم، يعني لجميع الاواني اللي خاصنا نحكوها كنديروا لها هاد الخلطه هادي. وغادي ندهن يعني جميع الاواني اللي عندي كيف ما كتشوفوا، ندوز عليها كاملين من الداخل ومن برا. غير كيف ما شفتوا في البراد، انا غادي نشرح لكم البراد انا ما كندير ليهش الخلطه من الداخل، كندهن هاد الخلطه هادي من برا فقط. ولكن فاش كنحك ونسالي الخلط يعني الداخل شنو كندير، كندير خميره الحلويات، وكندير هذا جافيل اللي هو داك المبيض هو اللي كنديرو تمايا، وكنخليه يطبخ ويغلى باش يتحيد هذاك الشيء كامل اللي كاين، دوك الرواسب كامل اللي كاينه تما كتحيد. صافي، وغنخليها غندهن المعينات البنات كاملين وغنخليهم يرتاحوا ساعه. نعم البنات، الساعه هنا فين كاين السر اللي قلت لكم باش ما تضربوش التمره مع المعينات، يعني ما تضروش في يديكم. انا راه حكيتهم وانا واقفه، يعني ما جلست ما حتى شي حاجه، وحنا راه معروف لينا يعني ناس زمان راه كانوا تيجلسوا ويربعوا عاد باش يحكوا المعينات. حنا دابا الحمد لله الخلطات سهلوا علينا الماموريه، يعني كيف ما شفتوا هنا خليتهم الساعه وجيت باش نحكهم، وانتوما غتشوفوا انا راه هنايا ما بغيتش نسرع، هانتوما خليتها كيف هي باش نوريكم انني ما كنبرك ما حتى شي حاجه، ما كنضغط ما حتى شي حاجه، وكيتحيدوا الاوساخ او التسربات اللي كتكون لاصقه في الاواني ديالنا، سواء الاينوكس سواء الالومنيوم، يعني في كلتا الحالتين. صافي، كيف ما شفتوا كندوزوا عليها، وكيف ما شفتوا هذه راه كانت انا تحرقت ليا من التحت،
كنطيبت فيها وتحرقت ليا من التحت، وهانتوما غادي تشوفوها ما شاء الله بكل سهوله كيتحيدوا. وهانتوما راني ما كنزربش عمدا باش نوريكم انني ما غادي ندير حتى شي مجهود فيها. صافي هنايا كنكمل، يعني هنايا سرعت شويه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. صافي غنبدا نحك حتى نسالي المعنات ديالي بكاملين. وهنايا بغيت نوريكم هانتوما حتى من الداخل ما كنحكوش، يعني ما كنضغطوش، ما كنحكوش بزاف، باش قلت لكم هاد الوصفه هادي البنات ما تعاودش تخطاكم من الدار، وغادي تجربوها وغادي ترجعوا لعندي لي كومونتير وغادي تشكروني باذن الله، لانها ما بقاتش كتخطاني من الدار انا كذلك. وكيف ما قلت لكم ضروري نفرشوا شي حاجه على الرخام ديالنا باش ما ناديوه وما يوقع له حتى شي خدوش. صافي هنا بغيت نوريكم النتيجه ديال هاد يعني هاد الوعاء هذا قبل ما نكمل المعنات. بغيت نوريكم شوفوا ما شاء الله اللمعان رجعت بحيلات، شريتها جديده ها هي. شوفوا ما شاء الله اللمعان، ها نتوما شوفوا البنات ولات كما تنقولوا تتقشقش، ولات غزاله شهوه منا يعني. ها نتوما يعني كيف ما قلت لكم نحاولوا ان شاء الله اننا بشويه بشويه يعني نحاولوا اننا نحاج الالومنيوم كامله نحيدوها وما نخليوهاش كيف ما انا ان شاء الله بنفسي. واخا الاواني ديال الاينوكس غاليه شويه ولكن ما عندنا ما نديرو لان هي صحيه، ما عند الواحد ما يدير. صافي وهنايا كيف ما قلت لكم يعني واخا نغسلوها بالماء ضروري ندير لها مسحوق ديال الغسيل، يعني مسحوق ديال الاواني باش كنغسلو باش ما يبقاوش يعني واحد الماده كترجع عليهم الا ما تغسلوش بسميتو كيوليو زرق، كيرجع عليهم كيولي اللون ديالهم ازرق. وهنا خوتي كيف ما شفتوا سهليت الاواني ديالي كاملين، وهانتوما كتشوفوا اللمعان ما شاء الله اللي ولاو فيهم يعني الراحه النفسيه. البنات شكون فيكم اللي فاش كتشوف معناتها محكوكين وكتجيها واحد الراحه النفسيه كتقول الله على راحه هم ونزاح من الكتاف وراه حتى انا بحالكم فوق ما نشوف معناتي محكوكي تنقول الله على راحه ارتحيت وحيد ديك تماره. والحمد لله والشكر لله، يعني ربي كيسهل علينا وكيعطينا يعني عقل مدبر لكل مره نديرو نخترعوا حاجه، وكل مره نخترعوا حاجه حتى كنخترعوا شي خلطه اللي كتعاوننا وكتسهل علينا الماموريه وكتسهل لنا الخدمه ديالنا. كنتمنى اخوتي الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والخلطه ديالي تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش على اختكم سناء باللايك. ودائما غنجيب لكم الحاجه اللي غادي تنفعكم والحاجه اللي غادي ترضيكم وتهنيكم من تمره. مع السلامه.